فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية على أن الإنسان لا بد أن يحدد هدفه في الحياة، وهو رضا الله عز وجل وسلوك الصراط المستقيم. قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والذي يدلنا على هذا الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما ما نفعله حتى نكون على الصراط المستقيم، فقد قال الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تعالوا بنا لنقول: لو أن الإنسان حدد هدفه فأصبح هدفه هو رضا الله عز وجل، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف يكون حال هذا الشخص؟ أولاً، ستجد أنه دائماً وأبداً جاداً مجداً مجتهداً في طاعة الله، لا يكل ولا يمل، بل هو يسابق ويسارع إلى طاعة الله. ولذلك قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك سيدنا أبو مسلم الخولاني كان يقوم الليل كله فيقرأ القرآن ويصلي بين يدي الله، فإذا ما أحس بكسل يقول لنفسه ويخاطب نفسه: والله لأزحفن بك إلى الجنة حتى يكون الكلل منك لا فيا. وكان إذا ما شعر بالتعب من طول القيام ضرب على رجله وقال: لأنت أولى بالضرب من دابتي. ثم يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقومون الليل ويقرؤون القرآن ويصومون وتصدقون، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه بالركب حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا يصومون كما كان يصوم الصحابة، يعبدون الله كعبادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. فالإنسان إذا حدد الهدف هو رضا الله فإنه سيجتهد في العبادة. إذا جعل هدفه رضا الله عز وجل فإنه أيضاً سيحكم السيطرة على نفسه وعلى هواه وشهواته، فلا يضيع وقته فيما لا يفيد، وإنه دائماً وأبداً سينشغل بكل ما يفيده ولا يضيع وقته. ولهذا قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نجد الإنسان الذي يقهر نفسه وينتصر على وقته لا يضيع وقته. أحد السلف وهو عطاء بن رباح قال للناس: كان من قبلنا يكرهون فضول الكلام. قالوا: وما فضول الكلام؟ يعني الكلام الزيادة الذي لا طائل من ورائه ولا منفعة فيه.
قال كانوا فقط إما أن يقرؤون القرآن أو يتكلموا في أمر لا بد له في معيشته من طعام شراب أو كذا، وما عدا ذلك فهو فضول الكلام. فنظروا وكأنهم يتعجبون، إما قرآن وإما شيء مهم في الحياة. قال ما لكم تنكرون علي؟ ألم يقل الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ الإنسان الذي يجعل رضا الله هدفه في الحياة ستجد أنه تكون الدنيا في يده لا في قبله، لا في قلبه، يتنازل عنها وينفقها من غير خوف ولا وجل، لأن كل هدفه إرضاء الله عز وجل. ولذلك يقول الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما جاء بتجارة محملة بما لذ وطاب من الطعام والمدينة كلها في قحط ومجاعة، صارع إليه تجار المدينة نشتري منك الدرهم بدرهمين، يقول لا غيركم زادان، الدرهم بثلاث بأربع بخمس، يقول غيركم زادني. قالوا نحن تجار المدينة وما نعلم أن أحدا زادك على هذا. قال غيركم زادني الدرهم بعشر، ألم يقل الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ قد جعلت هذه التجارة للمسلمين صدقة. إذن هو لا يريد الدنيا، لا يريد المكسب، إنما يريد أن يمتلك في الدنيا ليشتري ما عند الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الإنسان الذي يجعل رضا الله هدفه دائما وأبدا يقف مع الحق ويقول كلمة الحق ولو على نفسه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط شهداء على أنفسكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لا يجامل، لا يحابي، لا يداهن، بل يقول كلمة الحق. شريح الكندي كان قاضي من قضاة المسلمين، حصلت بينه وبين ولده وبين الناس مخاصمة، فجاء إلى أبيه وهو قاضي، قال يا أبتي إنه قد حدثت مخاصمة بيني وبين بني فلان، فسأقص عليك الأمر، فإن وجدت الحق لي ذهبت وأقاضيهم، وإن كان الحق علي لا أرفع قضية. قال قل، فحكى له، فقال اذهب فقاضيهم. ففرح الولد وكأن الحق له. ولما أن رفعت القضية وهم في مجلس القضاء، إذ بالولد ابن هذا القاضي يفاجأ بأن أباه قد حكم عليه. فلما رجع إلى البيت قال يا أبتاه لو لم أحكي لك مظلمتي ما لمتك، قلت لك. قال يا بني لا أنت أعز إلي من هؤلاء ومن أمثالهم، ولكن الله والحق أحب إلي منك ومنهم، إني خفت أن أقول لك الحق علي فلا ترفع قضية فيذهب حق الناس وتعطيهم دون حقهم. عدل، لماذا يعدل ولو على ولده؟ لأنه يريد الله ورضا الله عز وجل. الإنسان يا أيها الأحبة الذي يجعل رضا الله هو هدفه، إنسان دائما يسعى لإرضاء ربه، ولو وقع في خطأ وصدر منه ذنب سارع بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن أيها الحبيب، إذا أردت لنفسك النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة فانظر ما هو هدفك في الحياة، واعلم أن الهدف الذي من أجله خلق الله الإنسان ومن أجله خلق الكون هو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخذ من تجارتك ومن علمك وشهادتك وظيفتك
زوجتك، أولادك، الدنيا، خذها وسيلة لنيل رضا الله عز وجل، تفز في الدنيا وتسعد في الآخرة. الله، أسأل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الموفق للصواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفته من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اتصلت عينه بنظر وسمعت أذن بخبر. وبعد، أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بطريقنا إليه، وأن يسلك بنا مسالك الواصلين، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يطوع قلوبنا لطاعته، وأن يطوع جوارحنا لعبادته، وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا غيرنا، وأن يجعل سعينا كله في رضاه. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله وأنيبوا إلى الله، وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة.